وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمع سلسلة سؤال جواب، وهذه المرة مع سؤال جواب في مدخل الحكمة ودرس العفو والتسامح. السؤال الأول يقول: حكي أن جارية كانت تصب الماء لعلي بن الحسين فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه، أي جرحه، فرفع رأسه إليها فقال لها إن الله فقالت له: إن الله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فقالت له: إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد كظمت غيظي، أي حبست غيظي، الغيظ والغضب. قالت: والعافين عن الناس. قال لها: قد عفوت عنك. قالت له: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هذه القصة فيها عفو فقط أم تسامح فقط أم عفو وتسامح؟ هذه القصة فيها عفو وتسامح، لماذا؟ لأنه أسقط العقوبة عنها وأحسن إليها بعتقها وتحريرها من العبودية. على ماذا يطلق العفو؟ يطلق العفو على إسقاط العقوبة عن المستحق لها مع القدرة على معاقبته، أم التساهل في المعاملة والتيسير والجود؟ يطلق العفو، الجواب الصحيح، على إسقاط العقوبة عن المستحق لها مع القدرة على معاقبته. على ماذا يطلق التسامح؟ أي ما هو تعريف التسامح؟ التسامح هل هو خلق رفيع يتمثل في اليسر والتساهل في معاملة الآخر مراعاة لحاله؟ أم إسقاط العقوبة عن المستحق لها مع القدرة على معاقبته؟ أم إسقاط العقوبة عن المستحق لها في حال عدم القدرة على معاقبته؟ التسامح، الجواب الصحيح، يطلق على كل خلق رفيع، أو هو خلق رفيع يتمثل في اليسر والتساهل في معاملة الآخر مراعاة لحاله، انطلاقا من قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. حدد الحكم الشرعي للعفو في الإسلام، وش العفو واجب في الإسلام أم مندوب أم مكروه؟ واجب، اللي داروا كياخد الأجر، اللي ما داروش كياخد العقوبة أو إثم، والمندوب هو الحاجة اللي لا درتيها كتاخد عليها أجر كبير، وإذا ما درتيهاش لا حرج عليك، لكن ما كتكونش في القيمة أعلى من الذين يفعلون هذا المندوب، أو هو مكروه إذا درتيه ماشي مشكل، ولا ما درتيش عندك أجر. العفو ليس واجبا وليس مكروها، العفو مندوب في الإسلام. إذا تمادى المسيء في إساءته وألحق الضرر بالآخر، فعدم العفو عنه أمر جائز أم غير جائز؟ وحدة في تعليه وعودة في تعليه ويلحق الضرر بك، هل تعفو عليه مجددا؟ لا، الجواب أنه غير جائز. التسامح يكون في باب العقوبات فقط؟ الجواب أن هذا خطأ، لأن التسامح يكون في جميع مجالات الحياة ولا يكون في باب العقوبات فقط. أي الأمور في نظرك أفضل، العفو عن المسيء وعدم التسامح معه، أم التسامح مع المسيء وعدم العفو عنه؟ مثال: العفو عن المسيء وعدم التسامح معه. أن واحد مثلا سرق لك شي حاجة غريسة كل هذا، ومشيتي وقيتي به محضره، وكان غادي يصيفطوه للحبس، ولكن انت عفوت عنه ولم تتسامح معه. قلت لي انا ما نسمحش لك حتى غدا يوم القيامة، ما نسمحش لك. واش هاد القضية افضل، او التسامح مع المسيء وعدم العفو عنه؟ تقول: لا سيدي، رجع لي انا حقي، والله يسامح عند مولانا، انا تاخذ ترجع لي حقي ونتابعك، والله يسامحك غدا عند مولانا، الله يسامحك، الإساءة اللي درتي الله يسامح، لكن ترجع لي حقي هو الأول. هنا أي الأمور أفضل في نظرك؟ الأمور الأفضل التسامح مع المسيء وعدم العفو عنه. لماذا؟ لأن التسامح أعلى درجة من العفو. اليسر في معاملة الآخرين، هل هو مظهر من مظاهر التسامح أم مظهر من مظاهر العفو؟ إذا من تجليات التسامح اليسر في معاملة الآخرين، من مظاهر التسامح العفو في، أو من مظاهر التسامح اليسر في معاملة الآخرين، وليس من مظاهر العفو هذا الأمر.
قول يوسف عليه السلام لقومه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقومه، قول يوسف لإخوته وسيدنا محمد عليه السلام لقومه: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين. فيه عفو أم تسامح؟ أم عفو وتسامح؟ هذه الآية وهذا القول فيه عفو وتسامح. لماذا؟ لأن العفو هو لا تثريب عليكم، أي لا حرج عليكم ولا إثم عليكم ولا عقوبة عليكم. التسامح هو اليوم يغفر الله لكم، هذا دعاء، اليوم يغفر الله لكم أي يا رب تغفر لكم، فنعفيت عليكم ومن الفوق طلبت الله أن يعفو عنكم. فهذه قمة ديال التسامح، أنك تعفو على من ظلمك وتدعو له بالخير. العفو والتسامح على ماذا يدلان؟ على ما يدلان؟ يدلان على ضعف الشخصية والخوف من الآخر، أم قوة الشخصية والعزة والشرف، أم سماحة الإسلام وعدم مرونته؟ يدل العفو والتسامح على قوة الشخصية والعزة والشرف. التسامح ثمرة من ثمرات العفو، صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأن التسامح أعم والعفو هو اللي ثمرة من ثمرة العفو. التسامح أعم من العفو، صحيح، التسامح أعلى وأغلى وأرقى وأنقى من العفو. العفو يكون مع المخطئ وغيره، بينما يكون التسامح مع المخطئ فقط، خطأ. العفو يكون مع المخطئ وغيره، بينما التسامح يكون مع المخطئ فقط. لا، التسامح، هذا هو الجواب الصحيح، لا، التسامح يكون مع المخطئ وغيره، بينما العفو يهم جانب العقوبة وجانب الخطأ فقط، بينما العفو يكون مع المخطئ فقط. العلاقة بين العفو والتسامح هي علاقة ترابط وتكامل. لماذا؟ لأنهما يعبران عن حسن الأخلاق والسلوك ويعتبران من مراتب الإحسان، ولا توجد بينهما علاقة تضاد. إذن العلاقة بين العفو والتسامح ليست هي علاقة تضاد، لأن العفو لا يكون إلا مع العقوبة والتسامح قد يكون مع غيرها. لا، الجواب الصحيح هو أن العلاقة بين العفو والتسامح هي علاقة ترابط وتكامل وانسجام، فهما يعبران عن حسن الأخلاق والسلوك ويعتبران من مراتب الإحسان في الدين. علاقة درس العفو والتسامح بمدخل الحكمة ما هي؟ وش هي علاقة سببية؟ لأن من أسباب الحكمة العفو والتسامح، ومن نتائج العفو والتسامح التصاب الحكمة، أو علاقة ترابط وتكامل، لأنه لا يتمتع بالعفو والتسامح إلا من كان حكيما، ومن مظاهر الحكمة التصاف بالعفو والتسامح. الجواب الصحيح أنه علاقة ترابط وتكامل، في الحكمة من صفات الذين يعفون والذين يتسامحون، ومن مظاهر الحكمة التصاف بهذين الخلقين الكريمين. علاقة الإيمان بالعفو والتسامح، طبعا أي علاقة ديال الدرس، أي درس مع الإيمان، فهي علاقة ترابط والتكامل. لماذا؟ لأن الإيمان يدعو إلى كل ما هو جميل، والدروس فيها عناوين جميلة. فالإيمان فعلاقة العفو والتسامح بدرس الإيمان هي علاقة ترابط وتكامل. لماذا؟ لأن الإيمان يدعو إلى العفو والتسامح، والعفو والتسامح مظهران من مظاهر صدق الإيمان وحسنه. بالعفو والتسامح هل تنقلب العداوة إلى المحبة، أم تتحول الشجاعة إلى جبن وضعف، أم يتفكك المجتمع ولا تتماسك فئاته فيما بينها؟ إذن من نتائج العفو والتسامح أن العداوة تنقلب إلى محبة. قبول النبي صلى الله عليه وسلم بشروط الصلح الحديبية، وش فيه لتتمين؟ فيه تتمين لقيمة العفو مع المخالف في الدين والفكر، أم التسامح مع المخالف في الدين والفكر؟ فيه تسامح، لأنه رضاء أنه يجلس مع واحد كافر، ورضاء أنه يتحاور مع واحد كافر، ورضاء أنه يتعامل مع واحد كافر. واستبشر برجل كافر لما قال: هذا سهيل، سهل الله أمركم. رفض زوج الاعتذار لزوجته بعد أن أخطأ في حقها بدعوى أن اعتذاره دليل ضعف وعجز وانتقاص لرجولته. ما رأيك في هذا التصرف؟ هذا تصرف مقبول، لأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية الداعية إلى القوة والشدة في التعامل، أم أن هذا التصرف غير مقبول لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى التسامح والعفو؟ هذا التصرف غير مقبول لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية الداعية إلى التسامح. عدم القدرة على التسامح مع الآخر على ما يدل؟ عدم القدرة على التسامح مع الآخر على ما يدل؟ إذن عدم القدرة على التسامح مع الآخر دليل على الجهل الأمي وضعف الشخصية، أم العلم والتفقه وقوة الشخصية، أم الصدق مع النفس والواقعية في التعامل؟ هذا الأمر يدل على الجهل والأمية وضعف الشخصية. إلى هنا تنتهي هذه الحصة، إلى
درس جديد وإلى سؤال وجواب في درس جديد. إلى اللقاء.